والو خاطر من حد خلاتي معاك ما تدي تقشيره ثقه عبدو بغى يدير البنان في الصلاه شوف شوف سلام هو كيتسنكل في الله علينا وتبارك الله عليكم الطباخ الجزائري. السلام عليكم الاصدقاء كي دايرين بخير هانين كلشي مزيان اليوم ان شاء الله الاصدقاء غادي نشارك معكم واحد الفيديو واحد الفطور رمضاني في اليوم الخامس من سيدنا رمضان الاصدقاء ومعنا واحد الصديق اللي غني عن التعريف كنت متبعو يعني شحال هذه سبحان الله العظيم كنت بنين الله اننا نتلاقاو شوف هو فين وانا فين وتلاقينا وجات عندي وحنا دابا دايرين واحد الفطور ان شاء الله انا وياه سي عبدو ديالنا عبدو الطاهر. السلام عليكم لافامي تبارك الله عليكم رمضان مبارك سعيد جميعكم تكونوا بخير وعلى خير الاخوان المهم الاخوان اليوم خدمنا جينا عند السي محفوظ باش غادي نبارك الايامات ان شاء الله ديال رمضان كيف كنتو معنا وانتم الاخوان ديالنا الاجواء كيفاش عامله الاخوان عادي ساقط شد منك شد منك اش اللي خاسر ياك المهم الاخوان البلاصه فينا هي اللي غادي نصوروا فيها ان شاء الله وغادي نديروا فيها الطير كاين الشلال هنايا كيف كتشوفوا معنا الاخوان وانا الدراري الماتريال هو هنايا الطبيله كلشي موجود هنايا المهم غادي نبداو ان شاء الله خليكم معنا الاخوان ونتمنوا الدعم ديالكم ان شاء الله ودعموا الاخ ديالنا راه شحال هادي هو كيعمل لكم فيديوهات دعموا الدراري دعموا وتبارك الله عليكم شكرا تحياتي لكم اصدقاء دابا غادي نبداو بهاد البطاطا الحلوه غادي نقشروها بسم الله المهم فطور خفيف ظريف بغينا نزربو عليه هنا اصدقاء ما تنساوناش من اللايكات الله يخلي لكم ما عزيز عليكم صافي هاهي هاهي تقشرات هاهي تقشرات اصدقاء صافي السلام نشدنا شويه هاك باش عبدو شوف بسم الله البطاطا الحلوة دغيا تطيبها الأصدقاء فهمتي داكشي علاش ما غاديش نحتاج نصغرها بزاف وقفوا من هنا هذيك العطرية فهمت؟ اه بسم الله واحد سكنجبير برقوم وعود قنفة والملحة راه جابها عبدو راه كاين اللي بزار حتى هو كاين تما صافي غادي نديرو البزارة الاصدقاء بسم الله عينك مزيان ما كاين لا عاشق لا تحت صافي شوية ديال الخرقوم شوية سكنجبير يا سلام سكنجبير تيجي بطرف واحد نقص شوية من البوطة صافي ملحة فين درتي يا عبدو؟ راه في الدار ديالي في واحد راسي صافي غادي نديرو مليحة انا خيال انا خاطر من حد خلاتي معاك ما تدي تقشيره يي غادي نملحوا حنا باش نبقاو متبعين هاد الحركه غادي نملحوا هاد الفطوره صافي صافي الصلاه على الناس غادي نديروا ليها واحد الطريبات بحال ما هيدا بالموس انتم الاصدقاء شوف 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 خاصها تجي بحال ما هي وغادي نحطوه بسم الله بسم الله او جات طويله على المقله جات طويله ماشي صح واش نبدا بالنية الغلاقة نديرو الغلاقة الطيبة وخاطا الحوته الحوته الاصدقاء الحوته جات طول من المقله ولكن ملي غادي تطيب غادي ترخاو ديك الساعه غادي ندخلوه صافي سدو عليها ولكن خاصنا ننتبهوا مع البوطه لحقاش هاد البوطه هادي شحال مره خلاتني بلا عشاء تخليني بلا غدا تتقلب ليا الدراري خطر هاد البوطه هادي صافي وتحياتي لكم الاصدقاء وما تنساوناش من اللايكات وراكم عزاز الدراري راكم عزاز راكم عزاز بزاف شوفوا شوفوا الاصدقاء عبدو بغى يدير البنان في الصلاه شوفوا شوفوا
هو كيتسنكل كيتسنكل تنيتكار عادي يعني. عادي بحال ما تيجي الصلاه بحال ما تيجي تما غادي تلاقى وكل شيء كيتلاقى فيه انتم على طاني أصدقاء قد حولت الطابلة لهذا الربيع هذا كان غير حدانا هذا الربيع وما انتبهناش لي سبحان الله العظيم في واحد الجليسة يا سلام شوف شوف فين كنا جالسين وشوف فين تحولنا شوف الفرق شحال غادي ندير واحد الليلة الأصدقاء على هذه الأكلة هذه واش طابت ولا لا رغم أن هذا الشيء المكونات اللي فيها كاملين دغيا تيطيبوا ما كياخذوش الوقت الأصدقاء الحوت البطاطا الحلوة وبصيلة وديك الفلفلة راه دغيا تيطيب بسم الله شوفوا شوفوا البطاطا شتي طايبة مهرهرة فوتات في الطياب كاع اول مره غادي نذوقوا شلاضة بالبنان كنت باغي نهز نذوقوها شويه نسحبها فاطر غادي نحطوها فوق الربيع خلات تبرد صحابكم الاخوان صباحكم مبارك وسعيد عليكم على الاخوان تبارك الله علينا وتبارك الله علينا الطباخ الجميل اصدقاء راه اد المغرب ودابا غادي نفطروا ان شاء الله بسم الله اللهم تقبل منا الصيام اللهم تقبل صيامنا يا رب وصيام جميع المسلمين واللهم انصر اخواننا في فلسطين اللهم انصرهم يا رب اللهم انصرهم اللهم انصرهم يا رب اللهم غلبهم على الصهاينة يا رب بسم الله بسم الله اجاك الحوت اخي عبدو شنو يا اخي ايوا هذا هو الاكل الصيف بسم الله لك بسم الله واعي واعي واعي